غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو كيف هذا العمل؟ الو الو مساء الخير يا فندم. ايوه قناة لوجاس تي في. قناة لوجاس تي في. ايوه اهلا وسهلا بيكي، معاك يا ابو مريم من امريكا. في حضرتك في اهلا بيكي، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك وما يحرمك من كلام ابو مريم مع حضرتك. حضرتك يا فندم في حد موجود من المذيعين ممكن ناخد بركة ونكلمه؟ من كندا؟ في حد موجود لو تكرمتي؟ لا للاسف مفيش حد موجود. احنا اوريدي كمان عارفين احنا كنا شغالين من البيت. ياه فحتى بيكون مستغرب عشان الكورونا فيروس حضرتك صح؟ بالظبط. طب ممكن ناخد بركه ونتعرف على حضرتك؟ اولا معاكي ابو مريم من امريكا من نيويورك. ناخد بركه اسم حضرتك ايه؟ اسم حضرتك ايه يا فندم؟ ديانا. متاسف ايه الاسم تاني؟ ديانا. اهلا وسهلا بيك، ربي يباركك. طب يا فندم انت يعني في نقطة مهمة كلمتك حضرتك عايز تكلم حد من كندا، ممكن تكلم الكنيسة تعرف مواعيدها. طب حضرتك يا فندم لو في امكانية ربي يباركك ويبارك تعب محبتك، في امكانيه تديني رقم احد الساده الكهنه لاني كنت عاوز استفسر منه استفسار ربي يباركك، يعني ناخد بركه. يعني ابونا مين؟ معلش عشان احنا مش عندنا ارقام الكهنه، يعني هم مستنين لنا ارقامهم من الدين. حضرتك اي شخص عنده علم، يعني عاوزين بس عاوزين ناخد بركه ونستفاد، بس لو اي واحد عنده علم من الكهنه عندك رقمه، مش شرط هو مين يعني. يا رب يباركك. مين حضرتك ممكن تدي؟ مين يا فندم؟ ما هو احنا للاسف مش مسموح لنا نطلع ارقام الكهنه. طيب يعني الكهنه ممكن حضرتك تدي رقمك وانا ابعته لحد من الكهنه، لكن احنا مش مسموح لنا نطلع الرقم. فاهم انا النقطه دي. طب في امكانيه رب يباركك، يعني عندي استفسار بسيط على موضوع كورونا فيروس، لو ممكن حضرتك تفيديني يبقى رب يباركك. لو اعرف اكيد حضرتك هقولك، لكن ممتاز. لو ما اعرفش هقولك. جميل جدا، متشكرين يا فندم على ادبك وسعه صدرك، كلام جميل جدا جدا. طبعا حضرتك طبعا ارثوذكسيه، قناه ارثوذكسيه قناه لوجس، وطبعا في الكنيسه اسرار الكنيسه السبعه، ومن ضمن الاسرار السبعه السر رقم سبعه وهو سر مسحه المرضى. تمام يا فندم، سر مسحه المرضى. نعم يا فندم. عند حضرتك في سانت تاكلا، موقع سانت تاكلا على الانترنت، كتب كلام جميل جدا يعني رائع، بيؤكد ان هذا السر اساسا من يسوع شخصيا اعطى للكهنة. تمام، وكتب الادلة على هذا الكلام. مثلا على سبيل المثال ما يسوع ارسل التلاميذ، ارسلهم من الكرازة، انجيل متى 10:8 قال لهم اشفوا مرضى. نفس الكلام في انجيل لوقا 10:9 واشفوا المرضى. نفس الكلام في مرقس 6:13 واخرجوا شياطين كثيره ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوه. حضرتك برضو نفس الكلام بيأكده في لوقا 9:1 ودعا تلاميذ 12 واعطاهم قوه سلطان. اعطى التلاميذ سلطان لشفاء المرضى، وبيأكد النص بيقول على جميع الشياطين وشفاء امراض. تمام حضرتك، النص اللي هو في مرقس 3:14 3:15 بيأكد ان التلاميذ عندما اخذوا السلطان مارسوا هذا السر وشافوا المرضى، فبقول واقام 12 ليكونوا معه ويرسم ليكريزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين. كلام جميل حضرتك. طبعا حضرتك كمان الكلام الطيب كمان بيقولوا ان الرسول يعقوب اخو الرب قال الكلام ده، فعند حضرتك في رسالة يعقوب 5:14 5:15 يقول في ايه؟ امريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدينوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض. الصلاة دي تشفي المريض.
اذا الان يبقى عندنا نصوص بتاكد ان السر ده ماخوذ من يسوع، سلطان من يسوع للكهنه. لكن في عندنا حاجه تانية برضو بتاكد العمليه غير سر مسحه المرضى، ان اي انسان مؤمن بيسوع له القدره على شفاء الامراض غير سر مسحه المرضى. الكلام ده فين؟ انجيل مرقس الاصحاح 16 العدد 17 18 يقول يسوع: وهذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بالسنه جديده ويحملون حيات وان شربوا شيء مميت لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. اذا حضرتك هنا في اثنين، جزء خاص سلطان بالكهنه هو سر مسحه المرضى، وجزء خاص بالمؤمنين، اي انسان مؤمن عنده قدره على شفاء المرضى. تمام حضرتك؟ انا فاهم كده صح ولا غلط؟ تمام تمام ممتاز يا فندم، ممتاز ممتاز. طب في هذه الحاله اذا كان المؤمن البسيط والكاهن عنده سلطان من يسوع شخصيا لاشفاء المرضى، ويسوع طبعا هو الرب، انا والاب واحد، من راني فقد راى الاب، من قبل ابراهيم انا كان، يعني هو الرب حسب الايمان المسيح. طيب وهو عطيكم السلطان لاشفاء المرضى، لماذا الكنيسه والمسيحيين اي واحد مسيح مش مهم طائفه، لان انا ما بتكلمش الان فقط على سر مسحه المرضى، انا بتكلم كمان السلطان اللي اعطاه لاي انسان مؤمن ان هو يضع يديه على المريض فيشفيه فيبرئه. لماذا لا تذهبون الى المستشفيات وتبرئوا مرضى الكورونا؟ في مشكله، لو قلنا لا نستطيع ان نشفيه وده مرض معدي يبقى كلام يسوع غلط، لان يسوع اعطى هذا السلطان للكهنه واعطى هذا السلطان لاي انسان بيؤمن به. فلو قلنا لا نستطيع ان نشفيه يروح للدكتور، يبقى في شيء الساوند فيشي، في حاجه مش مظبوطه. الكلام يسوع صح؟ يعني حضرتك عايز تعرف ازاي ان طبعا كلام يسوع صح. ممتاز. حاجه حضرتك بس يعني نشوف بالك منها. اتفضلي. هو لو هو ربنا هيشفي كل المرضى ما كانش عمل طب، ولا كان عمل دكاتره. ممتاز جدا جدا. كلام جميل. ما كانش يبقى في طب ولا هيبقى في ممتاز. ولا هيبقى في حاجه. مين رسول نفسي اللي انت لسه قاري من الرساله بتاعته؟ ممتاز. هو نفسي كان عنده شوكه في الجسد لحد ما مات. ممتاز. تجربه من ربنا. جميل جدا جدا. كان ربنا يشفيه. ممتاز، لكن في نقطة حضرتك، اسمحي لي بس دقيقة واحدة، مشكورك على أدبك بصراحة. في نقطة، يعني مثلا على سبيل المثال، في فرق بين المسيحيين والمسلمين. المسيحيين عندهم سلطان من المسيح للكهنة وهو شفاء المرضى. والمسيح العادي عنده سلطان من المسيح لشفاء المرضى، يضعون ايديهم على المرضى ويقولون. المسلمين غير كده، المسلمين رسول الاسلام بيقول ايه؟ تداووا يا عباد الله، يعني اطلبوا الدواء. رسول الاسلام بيقول ايه؟ ما خلق الله من داء الا ما خلق للدواء. لكن انتم ما عندكوش الكلام ده، فين الكلام ده في الانجيل؟ الكلام ده مش موجود في الانجيل. الانجيل واضح جدا جدا جدا، بيقول الانجيل بالنسبه للكهنه، انجيل متى 10 18 10 8 واقرا لك حرف، يقول اوصى يسوع للتلاميذ لاتمام هذه السر عند ارسالهم، فقال اشفوا مرضى، طهروا برص، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين مجانا كما اخذتم مجانا. انجيل لوق 10 9 اشفوا مرضى. انجيل مرقس 6 13 واخرجوا شياطين كثيره ودانوا بزيت مرضى كثير فشفوه. ده السلطان للكهنه. السلطان ليه بسيط؟ مرقس 6 17 18 هذه الايات تتبع المؤمنين، يعني في معجزات، هذه المعجزات تتبع انسان بيؤمن بلاهوت المسيح. ما هي المعجزات؟ واحد، اخراج الشياطين، اثنين، يتكلمون بألسنة جديدة، ثلاثة، يحملون حيات، اربعة، ان شربوا شيء مميت لا يضرهم، خمسة، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. ففي فرق كبير جدا. حضرتك الكلام اللي انت بتقوليه مش موجود في الانجيل. كلامك نعم منطقي، لو الكلام موجود في الانجيل انت مش اخذ سلطان من المسيح، لكن انت اخذ سلطان من المسيح لاثبات هذا الايمان. هذه الايات تتبع المؤمنين، ايات يعني معجزات تثبت ان ايمانك صح، يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فدي في مشكله حضرتك. لو انت قلت لي لا ده العمليه بترجع لله سبحانه وتعالى، اقول لك كلامك صح، اذا كلام يسوع غير صحيح. يسوع ما قال كده. يسوع ولا قال لك روح للدكتور اكشف عند الدكتور؟ يسوع ولا تداوي يا عباد الله؟ ما قال الكلام ده. يسوع لم يقول كل داء لي دواء؟ ما قال الكلام ده يسوع. يسوع اعطاكم سلطان لشفاء الامراض.
انت عارف القصه دي زي قصه ايه بالظبط؟ معلش هو انا بس هقطع حضرتك، هو حضرتك عايز حد تلاقي اسمه معاه، انا مش شغلتي ان انا اتلاقي، يعني انا ما مش دارسه كفايه ان انا اتلاقي مع حضرتك، حضرتك عايز يبقى انت محتاج اب تاني هو اللي يقدر يقول لك ده بالظبط ويجيب لك ايات من الانجيل ويعرفك كل الكلام ده، لكن انا كشخص انا شخص اضعف بكتير من اني اقدم على حضرتك. انا متشكر جدا على ادبك وسعه صدر. طب ممكن اسالك سؤال تاني بسيط، يعني اي واحد مسيحي ممكن يرد عليه، مش شرط يكون كاهن، ممكن ولا مش ممكن؟ معلش هو الاسئله اللي حضرتك بتقول عليها بسيطه دي في وجهه نظرك بسيطه، لكن انا ما اقدرش ارد على حاجه طول ما انا مش قاريه ومش دارسه كويس عشان لما ارد على حضرتك ابقى برد بصيغه صح. طيب يا لكن فندم، حضرتك مهما تسالني انا مش عارف ارد عليك لان انا مش دارسه. طيب حضرتك بس رسالة بس لو ممكن توصليها للكهنة الأفاضل، مع حضرتك الأستاذ وسام اتفضل. معاك الأستاذ وسام عبد الله، وأنا راجل باحث في العقيدة المسيحية بقالي حوالي يمكن 30 سنة، عام مناظرات، ومن ضمن هذه المناظرات كانت مع القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ الدفاع اللاهوتي. فلو في إمكانية في أحد الكهنة يحب يناظر في عصمة الكتاب المقدس، اهلا وسهلا بيه، وانا هتصل بحضرتك مره تانية ونشوف. ماشي يا فندم، يا ريت تبلغوهم الرساله. مع الف سلامه. اسمي وسام عبد الله. ممكن حضرتك في عندي فيسبوك اسمه مسلم كريستيان ديالوج، وفي قناه يوتيوب مسلم كريستيان ديالوج، ممكن انت شخصيا تدخلي وتسمعي بنفسك المناظرات والاتصالات على جميع الطوائف المسيحية بنفسك حضرتك. متشكرين يا فندم، مع ألف سلامة. شفت صوتها يا أخوي؟ شفت صوتها إزاي؟ شفت صوتها. الاسم اسمها دينا؟ طب كويس، لأن ما كانش واضح ليا الصوت عندي. طيب، كان معانا من على الهواء شرط الآن قناة لوجاس تي في القبطية، ودي موجودة في أمريكا، لوجاس تي في. كان معانا السيدة الفاضلة دينا، مظبوط دينا، وحضراتكم سمعتوا الحوار، وبرضه سيبنا رسالة لها على موضوع المناظرات. نسأل الله التوفيق إن شاء الله. أنا بس عاوز أوضح شيء تاني، اللي أنا وضحته كويس أنا. يا جماعة الخير، يا أيها النصارى المحترمين، هناك فرق ما بين الإسلام والمسيحية في هذا الشيء بالذات. الإسلام واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا إن احنا نبحث عن الشفاء، إن احنا نذهب إلى الطبيب، تمام؟ الكلام ده مش فالعملية بتختلف. إزاي بتختلف؟ أنت أخذ سلطان مباشر إن أنت تشفي المرضى من يسوع. خلي بالك في نقطة يمكن نوضحها شوية، هو اللي بتقول الامر يرجع لربنا صح؟ مش هي بتقول كده؟ واي واحد مسيحي تساله يقول لك الكلام ده مظبوط. طيب ممتاز، يا ريت يكون في تفاعل على التكس. الاخوه القدامى، حسب العقيده المسيحيه من ربنا؟ حسب عقيدتهم هم، ايمانهم هو يسوع. طب يسوع هو ربك، هذا الرب اللي انت بتعبده هو اداك السلطان، ما انت بتقول العمليه بترجع حسب اراده ربنا. إيه ربنا مين؟ حسب ايمانك انت، ربك هو يسوع، ويسوع ده ربك اعطاك السلطان، يعني ربك اعطاك عن الاراده بتاعته اللي انت تشفي مريض، لكن لم تستطع تشفي مريض، يبقى هذا ليس رب، هذا ليس رب. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله، الله اكبر، تكبير كل فرد مسلم، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا، جل
لقد راه. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.